أنا غلطت معك غلطة كبيرة، بعتذر منك. ست شهردة، إذا بتريدي سامحيني على هالشي، ما حبتي لبنتي عمتلي عيوني، وكنت مفكرة إنه آدي كان منيح معها. أنا أبداً ما كنت قادرة أتخيل إنه رح يطلع آدي هيك. أمي إذا بتريدي قومي. عمي وعمتي طيبين وقلبهم كبير، بجوز يسامحوكي، بس أنا مستحيل سامحك على عملتك. وانسي إنه أنا بنتك، وأنا كمان رح أنسى إنه في إلي أم وأب. لا نيشا، لا تقولي هيك، هي أمك بالنهاية وبتخاف عليكي، مشان هيك قدمت شكوى. لا عمتي، أنا ما رح سامحهم، ولو هيك صدقيني أنتي مثل أمي. بعد ما تزوجت أنتي اللي حبيتيني بدهلها، لهيك ما بقدر أتحمل شوفها بعد هذا الشيء. عمي عمتي، ما بسمح لحدا يهينكن أبداً، حتى لو كانوا أهلي. خجلانة كتير ومو قدراني أتطلع فيكن. لا تعاقبيهن على التصرف يلي عملوه لما كانوا خايفين عليك. أنا وشاردة رح نسامح أهلك. يلا بقى، وإنتي سامحيهن كرمالي، ماشي؟ ما بسامحه. شاردة، إنتي مرة منيحة، بس أنا غلطت معك، ما حدا رح يسامحني على عملتي. طيب كتير منيح إنكن حليتوا هالقصة على خير، سكرت القضية وهلأ صار فيكن تمشوا. شكراً إلك. بالإذنك معك. ليك يا عمتي، انتو روحوا هلأ وأنا رح أجي مع آدي، ما منتأخر. ماشي بنتي. آدي، أكيد أنت ما رح تنسى هاليوم هاد. أنا كان بديك تتعلم هالدرس من هاليوم. أوعك تخطط لشي سيء ومحلو، وحاول تفهمني كتير منيح، وإلا المرة الجاية بدي أحبس عمك ومرته شي 3-4 سنين ويمكن أكتر، وأنا واثقة إنه ما بدك هالشي. خلصنا، بكفي لهون وبس، بدي طلقك وارتاح بقى. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.